تشعر بالخوف من فتاتنا يا فلة. أجل، بل إنها أحبتها. نعم، أحبتها الفراشات بدلا من خوفها منها. تظن أنها زهرة كبيرة. وأخيرا أتيت يا ياسمين. أنت تبدين مختلفة. ماذا حدث؟ ما بها الشرنقة؟ تعالي وألقي التحية علي. أظن أنها خائفة مني. يبدو بأنها لم تعرفك وأنت في ثيابك الجديدة يا ياسمين. مظهرك غريب ومختلف، وهي لم تعتد على هذه الملابس المخططة. هل أذهب لأغير ثيابي الجديدة؟ لا أستطيع، فقد رميت جميع ملابسي. يفضل أن تبحثي عنها بسرعة. ابتعدي. أريد استعادة ملابسي القديمة. أين هي؟ إنها هناك يا ياسمين. لا أصدق أنك وضعت ملابسي على هذه الفزاعة. آسفة، لكنك قلت بأنك لا تريدينها. وقد غيرت رأيي الآن، أريد أن أساعدها. الشرنقة أصيبت بالصدمة عندما رأت ياسمين ترتدي هذه الثياب المخططة، وقد خافت منها كثيرا. تستطيعين استعادة ثيابك، ولكن ماذا سنضع على الفزاعة الآن يا فيفي؟ سنعثر على ثياب أخرى. ملابسي القديمة أجمل. لم تعد الشرنقة تخاف مني. إنها لا تحب الملابس المخططة. والفراشات خافت منها أيضا. انظروا إنها تبتعد. ودعني الفراشات. حبوبي الآن في أمان، وسأريكم عمل جديد. إذا أراد الفلاح الزراعة فإنه ينثر البذور، وبعد ذلك يسوي الأرض، ثم ينتظر ويسأل الله الغيث. كم أحب أن أزرع. هذا هو العمل الأنجح. والآن في أمان الله. بسمة كلمة ورسمة. مرحبا، أنا اسمي دودو. ما هذا؟ ماذا يجري؟ دودو، هل عرفت ماذا يجري؟ لا تقاري، ساعدوني. النجدة وقع لي حادث تصادم. وانزلق. البرنامج التالي. هنالك رائحة، تعالوا اقتربوا. كلمة ورسمة.
واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس حبات، ست، سبع، ثمان حبات. مرحبا، أنا فيفي، لا تنسوني. أحصي عدد حبات البطاطا، يجب أن أسرع فالجو بارد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الجو بارد جدا. نحتاج إلى أشياء دافئة، لذا سأستخدم حبات البطاطا لإعداد حساء لذيذ. رائع، فكرة جيدة. مرحبا. أهلا يا تاني. ملابسك متسخة لأنها كانت تجني حبات البطاطا. سنعد حساء لذيذا. ما رأيك؟ حساء لذيذ. أنا ماهرة في إعداد الحساء وأعرف طريقة جيدة لإعداده. هل لديك المواد؟ خلاط وملعقة ومصفاة ومبشرة وإناء للمرق أيضا. نحتاج إلى شيء دافئ في مثل هذا اليوم البارد. لقد وجدتها. حلزون، أرى طعاما يلوح في الأفق. تفضل وكل. لا أقصد هنا، بل في منزل فيفي. ستبدأ المغامرة. وهذه البطاطا يا ياسمين. بطاطا؟ لا، أحتاج إلى البازلاء. والبطاطا؟ لا، لا أريدها، أحتاج إلى البازلاء. أحضرها وأنا سأبدأ. نعم، هذا. هيا لنبحث عنها. ما الذي أرادته يا سمين؟ شيء لونه أخضر، أتعلم؟ ضفدع؟ ماذا تقول؟ لا، كروي ولامع. لا لا لا، لونه أخضر ودائري ولامع ويؤكل. هل عرفته؟ بازلاء. صحيح، أحسنت، شكرا. لا بازلاء هنا، ولكن في حديقة جزر، ويصلح لصنع الحساء. سترون حساء يا سمين بالبازلاء. هل سمعت حساء؟ مرحبا، ماذا تفعلان هنا؟ أتينا للمساعدة، أليس كذلك حنزون؟ أجل أجل، ولدينا شيء آخر. أهو الخس؟ شهي في الحساء. شكرا يا دبول، سنتناول الحساء معا. تفضلي يا سمين. ما هذا؟ لا بازلاء لدي، لذا أحضرت جزرا. والخس مني. أنا أحضر حساء البازل. لا، لا أريد الجزر ولا الخس، أنا آسفة. إذا أنت مصرة على البازلاء، سنحضرها. مرحبا، إننا نعد الحساء، ألديك بازلاء؟ لا، ليس لدي. ما رأيك في بعض العدس؟ إنه لذيذ في الحساء. اسألها زينة، فربما لديها بازلاء. شكرا لك، أدعوك لتناول الحساء. بماذا أستطيع أن أخدمكما؟ هل لديك بازلاء؟ يا سمين، تعد حساء لذيذا. حساء؟ للأسف لا بازلاء لدي، ولكن الفاصوليا لذيذة جدا جدا. شكرا لك، أدعوك لتناول الحساء. شكرا لكما، اسألا العمة، فقد يكون لديها بازلاء. هيا. تقولين حساء؟ اليقطين لذيذ في الحساء. سمعت لتناول الحساء معكم، ما رأيك يا صغيرة؟ نذهب إلى المنزل كي نوصل هذه الخضار. أه؟
دعونا جميع الأصدقاء ليتناولوا الحساء معنا. انظري ماذا أحضرنا. العدس والفاصوليا واليقطين. والبازلاء. لا بازلاء. لا حساء. ذهبنا إلى كل الأصدقاء ولم نجد البازلاء. ماذا؟ أنا لدي بازلاء في المنزل. ولماذا لم تقولي ذلك؟ لم يسألني أحد. إذا ذهبنا جميعا فسنقطفها بسرعة. أحسنت. ستأكل الحساء يا سمين الشهير. سأبدأ بالطهي الآن. وأخيرا. لكن أحتاج إلى مساعدتكم. حسائي الخاص أصنعه بحب وبإخلاص. جزر يقطين عدس فاصوليا لكن ينقصني البازلاء. حسائي الخاص أصنعه بحب وبإخلاص. جزر يقطين عدس فاصوليا لكن ينقصني البازلاء. المزيد من البازلاء. والآن سنتركه يغلي على النار ونحن سنقطف القشور في الخارج. ابتعد عنه إنه حاد. والآن سأضع وعاء الأزرق هنا ووعاء الأصفر أيضا هنا. لا تقترب من الحساء يا حلزون فهو حاد. يا سمين سيأتي الجميع بعد قليل. وأريد أن يكون كل شيء جاهزا. في الحقيقة هذه الرائحة. حسن ماذا تقصدين؟ لم يعد هناك حسن. لا أصدق أن جودي قد ذهب السودان. لم يعد هناك بازلاء لكن لدينا أشياء كثيرة. ما رأيكم بحساء الخضار؟ إن عملنا جميعا فسنحضر الحساء قبل أن يصل أحد. سنعمل مجددا لنحصل على حساء لذيذ. حسائي الخاص أصنعه بحب وبإخلاص. جزر يقطين عدس فاصوليا لكن تنقصني البازلاء. حسائي الخاص أصنعه بحب وبإخلاص. جزر يقطين عدس فاصوليا لكن تنقصني البازلاء. المزيد من البازلاء. الرائحة هنا شهية جدا. أنا أقصد أنه لذيذ وشهي لأننا أعددناه جميعا. ولكن ما أخبار دبور وحلزون؟ ألن يتناولا الحساء معنا؟ يبدو أنهما تعبا فناما. سنحفظ حصتهما والآن في أمان الله. في 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 كل الأوقات في في تستمتع بالحياة في في أينما تذهب تزهر في في بالمحبة وتثمر في في تعتني بالكائنات من حشرات أو نبات تسكن عمق الغابات الكل أحبتي في لاي 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 تحيا دوما في سرور تجمع عطر الزهور شامة على الخدود وردة بين الورود تعتني بالكائنات من حشرات أو نبات تسكن عمق الغابات الكل أحب في 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 في